السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي نتقاسم معكم إطعام الفراخ. الله يبارك ما شاء الله، موسم خير إن شاء الله للجميع. إن شاء الله تكون طيوركم قاعد بصحة جيدة. خوتي أنا راني برك نعاون في الأنثى، ماشي أنا اللي راني نطعم فيهم. على كل حال الأنثى هي اللي راهي تطعم، راني نعاون برك أنايا. خليهم ياكلوا شي، ياكلوا كل شي. والله جامد. خوتي نتمنى لكم ان شاء الله موسم موفق للجميع ان شاء الله، خير وبركة عليكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.